يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقية الله برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة الحلقة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة سلام عليكم على مائدة القمر إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة وطعمها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف وولايه للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه <applause> الطبق الرئيس على مائده القمر انه طبق الخلاص طبق يوم الخلاص هكذا عنون ائمتنا يوم الظهور بانه يوم خلاصنا هذا هو الجزء الثالث من الحديث الذي عنوانه الطبق الرئيس على مائده القمر طبق يوم الخلاص عرضت لكم في الجزئين الماضيين اللقطه الايرانيه واللقطه العراقيه واللقطه السوريه ووصلت معكم الى اللقطه الرابعه انها اللقطه العالميه الحديث أقرأه عليكم من غيبة النعماني من الطبعة نفسها التي أشرت إليها فيما سبق إنه الحديث الثالث عشر في صفحة الثانية والستين بعد المئتين بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة وإنما أخذت منها سطورا هذه السطور تعرض لنا اللقطة الرابعة إنها اللقطة العالمية حال الناس في الأرض كلها في الزمان الملاصق لزمن الظهور الشريف الامام الباقر هكذا حدثنا لا يقوم القائم الا على خوف شديد من الناس ومر الكلام في معنى الخوف هذا وزلازل وفتنه وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك فهناك اوبئه امراض ستنتشر في هذا العالم قبل ان تتحرك هذه الحاله النفسيه الشديده التي ستهيمن على النفوس. لا يقوم القائم الا على خوف شديد من الناس. وقلت من ان الخوف ليس له من لون واحد وعددت لكم الوان الخوف لا اريد ان اعيد الكلام المتقدم كي انتفع من الوقت في بيان ما بقي من المطالب. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم خصوصا في واقعنا الشيعي وتشتت في دينهم وتغير من حالهم بسبب كل هذه الأمور المتقلبة فالحياة ستكون مضطربة والأوضاع متقلبة وسيكون الزمان كالحا وستكون الأحداث فاضحة هذا هو الذي سيجري كل هذا سيؤدي إلى إصابة الناس بكآبة عالمية الكآبة ستضرب خيمتها في كل بقاع الأرض وسيرتفع أنين الناس من قسوه الكابه في كل مكان ستتحول الحياه الى شيء ليس فيه من مزاج طيب او من طعم يرغب الناس فيه كل شيء سيكون نافرا ومنفرا انها الكآبه العالميه قد نلاحظ بدايه خيوطها بدأت تتراءى لنا واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني ماذا يتمنى حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا هذا الكلب ليس بالضرورة أن يكون بسبب الغلاء أو بسبب المجاعة قد يشكل الغلاء سببا في بعض البقاع من الكرة الأرضية لهذا الكلب وقد تشكل المجاعات ونقص الطعام والغذاء قد يشكل ذلك سببا لكلب الناس لكن الروايه لا تتحدث عن هذا فقط هذا الكلب سيكون في البلدان الغنيه ايضا وسيكون في البلدان التي تحترم الدساتير والقوانين وسيكون في البلدان المتقدمه ايضا كلب في كل مكان المراد من الكلب هنا انتقاص القيام في بعض الامكنه وانتفاء القيم في أمكنة أخرى حينما تداس القيم بالأحذية وبالأرجل فإن النتيجة ستكون كلبا بين الناس إنني أتحدث عن القيم بكل أنواعها هناك قيم دينية وهذه القيم قد غسلنا ايدينا منها منذ زمن بعيد هناك قيم انسانية توجد في بعض المجتمعات في المجتمعات الاوروبية في ايامنا هذه بدات هذه القيم تتعرض الى صدوع واضحه فالنظره الانسانيه في المجتمع الاوروبي في ايامنا هذه خصوصا بعد الكورونا ليست هي كالتي في الزمن السابق ما قبل كورونا القيم بدأت تتهاوى في بعض البلدان بنحو يسير وفي بلدان أخرى بنحو كبير فهناك قيم دينية وهناك قيم انسانيه وهناك قيم حضاريه وهناك قيم قانونيه وهناك قيم ثقافيه وهناك قيم اخلاقيه ذاتيه بغض النظر عن أنواع القيم التي أشرت إليها. قد يمتلك الإنسان بعيدا عن الدين والحضارة وسائر أنواع القيم، قد يمتلك قيما أخلاقية شخصية ذاتية. هذه القيم أيضا ستتلاشى حينما تتلاشى القيم وتداس بالاحذيه والارجل فان الكلب هو الذي سيهيمن على واقع الحياه وهذا هو الذي يحدثنا عنه امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قد يكون الفيروس الاول لهذا الكلب قد يكون بسبب الحاله الاقتصاديه بسبب الفقر بسبب الجوع بسبب الغلاء بسبب تردي اوضاع المعيشه اليوميه قد يكون اصل الفيروس قد خرج من هنا لكن الاسباب كثيره الامر ليس منحصرا بالحاله الاقتصاديه هناك الكثير من الاسباب من اهم هذه الاسباب فشل الاطروحات الانسانيه مثلما فشلت الماركسيه في برنامجها الاشتراكي وحينما فشلت اشتراكية الماركسية فشلت الشيوعية قبل ان تطبق لأن الدول الماركسية ما طبقت الحالة الشيوعية وإنما طبقت في تلك البلدان مقدمة الحالة الشيوعيه والتي تسمى بالاشتراكيه فالاشتراكيه فشلت وحينما فشلت سجلت بشكل رسمي فشل الشيوعيه وهي بعد لم تطبق على ارض الواقع الراسماليه هي الاخرى فشلت ولذا هنا في الغرب يبحثون عن طريق جديد اتحدث عن المنظرين اتحدث عن المفكرين يبحثون عن طريق ثالث لكنهم ما وصلوا الى نتيجه الى هذه اللحظه فان الراسماليه وان كانت افضل من الشيوعيه والاشتراكيه تريليونات المرات بدات الصدوع الواضحه في سياجها وحتى في اساساتها اما الانظمه الدينيه فتلك طامه لا تشابهها ولا تماثلها طامه من جميع الانواع وعلى اختلاف الحجوم والقياسات لقد فشلت الانظمه الدينيه فشلا ذريعا لا مثيل له فشلت الماركسيه وفشلت الحاله الدينيه وبدا الفشل يظهر شيئا فشيئا في المنظومه الراسماليه لكنها بقيت هي الافضل ولا زالت هي الافضل وهذا هو الذي نشهده على ارض الواقع الا ان الصدوع بدات تظهر واضحه في هذه المنظومه المتحكمه بالعالم هذا الفشل الواضح عدم الثقه بالحكومات كنا سابقا في العالم الثالث لا نثق بحكوماتنا بدا الغربيون لا يثقون بحكوماتهم هذه القضيه اخذت تظهر بنحو تدريجي الثقه القديمه بالانظمه الغربيه ما بقيت على حالها صحيح نحن لا نستطيع ان نقارن بين حسن الانظمه الغربيه وبين قبح الانظمه الماركسيه والانظمه الدينيه على اختلاف انحائها واشكالها لكن بدايات الانهيار اخذت تلوح ويبدو انهم قادرون على تصحيح واقعهم ليس كحالنا في العراق مثلا او في الدول العربيه والاسلاميه الاخرى يبدو انهم قادرون على تصحيح اوضاعهم بنسبه قليله بنسبه كثيره هذا الامر يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن برنامج إصلاح إلى برنامج إصلاح آخر وهكذا فهذا هو الواقع الذي ستكون عليه حياة الناس في كل بقاع الأرض في الزمن الملاصق لظهور امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم القائم الا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنه وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك قبل كل هذه الوقائع وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني التمني ان يرغب الانسان في ان يتحقق له الامر المستحيل فان الموت ليس بيده الامنيات هي الامور التي يرغب الانسان في تحققها مع انها تبدو مستحيله يستحيل ان تتحقق لكن الانسان يتمناها يرغب فيها يريد حصولها حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس واكل بعضهم بعضا واكل بعضهم بعضا ليس الحديث عن اكل مادي الحديث هنا عن اكل معنوي عن ظلم الناس عن اكاذيب الناس عن دجل الناس واحتيالهم عن وعن وعن, وعن واخطر ما في ذلك نفاق الناس ان كان نفاقا دينيا او كان نفاقا عقائديا في نفس الدين او كان نفاقا سياسيا عند الساسه او كان نفاقا اجتماعيا حينما اشرت حينما ذكرت النفاق العقائدي إنه نفاق رجال الدين إنه نفاق مراجع الدين من الشيعة وغيره فهناك نفاق ديني عند عامة المتدينين وهناك نفاق عقائدي إنه عند كبار رجال الدين عند مراجع الشيعة وغيرهم من الديانات الأخرى. وهناك نفاق سياسي عند الساسة والحكام. وهناك نفاق مجتمعي في بنية العلاقات المجتمعية. هذا هو أخطر ما في الموضوع والذي سيقود إلى كلب حقيقي بين الناس. نذهب إلى فاصل. عن داوود ابن كثير الرقي, الرقي قال قلت لأبي عبد الله, الله. إمامنا الصادق صلوات, صلوات الله عليه, عليه. ما, ما معنى السلام على رسول الله؟, الله. فقال الله. إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم, المرفوع ويريحهم من, عدوهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها, فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون, وأن يكون لهم فيها ما, ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه الكلب الذي سيهيمن على الحياة البشرية في مختلف بقاع الأرض في الزمن الملاصق لظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه دواؤه الناجع هنا انني اقرا عليكم من مفاتيح الجنان ومن زياره الحسين صلوات الله عليه المطلقه الاولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان للمحدث القمي الزياره المنقوله عن الكهف الشريف عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والتي جاء فيها من اراد الله بدا بكم هم وجه الله البدايه عندهم والنهايه عندهم هم وجه الله هكذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء البداية من هنا والنهاية هنا أيضا من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب؟ الكذب هو اساس النفاق والنفاق هو اخطر شيء يقود الناس الى هذا الكلب الذي حدثنا عنه امامنا الباقر صلوات الله عليه انني اشير الى النفاق بكل انواعه التي ذكرتها لكم قبل قليل من اراد الله بدا بكم بكم يبين الله الكذب وهذه الباء باء السببيه من اراد الله بدا بكم فانتم سببنا الى الله نحن ليس لنا من طريق الى الله انتم طريقنا انتم الصراط المستقيم دينكم الصراط المستقيم ولايتكم الصراط المستقيم قرآنكم الصراط المستقيم أحاديثكم أدعيتكم زياراتكم عقيدتكم السليمة هي الصراط المستقيم كل شيء ينسب إليكم يصدر عنكم إننا نشم فيه رائحه الصراط المستقيم ولذا فانتم السبب المتصل بين الارض والسماء انت يا بقيه الله هكذا نقرا في دعاء الندبه الشريف اين السبب المتصل بين الارض والسماء انتم سببنا الى الله وانتم بابنا الى الله اين باب الله الذي منه يؤتى انت انت ومن غيرك يا بقيه الله انت انت من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب حينما نكون صادقين في وفائنا والتزامنا ببيعة الغدير حيث نأخذ تفسير قرآنهم منهم وحيث نفهم حديثهم بحسب قواعد تفهيمهم سيتبين لنا الصدق من الكذب من اراد الله بدا بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكذب الزمان الكلب هو الزمان الذي يكون أهله وأبناؤه قد هيمنت عليهم حالة الكلب هذه الزمان الذي هو الوقت لا يوصف بأنه زمان كلب الا بسبب الكلب في ابنائه حينما يصاب ابناؤه ابناء الزمان بالكلب فان الزمان سيكون زمانا كلبا من اراد الله بدا بكم سادتي ال محمد بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكذب انها مباعده الزياره ما قالت وبكم يبعد الله الزمان الكذب او يبعد الله الزمان الكذب الزياره ما قالت هذا قالت يباعد من المباعدة والمباعدة مفاعلة يعني ان الانسان له دور في هذه المباعدة وهذا الدور هو الالتصاق بإمام زماننا هذا الدور خدمة صاحب الامر مثلما يقول الصادق صلوات الله عليه لو ادركته لخدمته ايام حياتي حينما نلتصق بخدمته وحينما يكون عملنا وتفكيرنا في دائره التمهيد لمشروعه فاننا سننجو من حالة الكلب هذا لن نكون مصابين بهذا السعار بهذا الكلب النجاة هنا 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 هكذا نسلم على إمام زماننا في زياراته الشريفة من أنه عين الحياة ومن أنه سفينة النجاة فمن أراد النجاة هذا هو برنامج النجاة من أراد الله بدأ بكم بكم يبين الله الكذب وبكم يباعد الله الزمان الكليب ثم تستمر الزياره الشريفه وهي تحدثنا عن الوقائع التي ستقودنا الى عصر ظهور امام زماننا بل الى طلائع الرجعه العظيمه الزياره هكذا تحدثنا وبكم يباعد الله الزمان الكلب وبكم فتح الله بكم فتح الله إنما نال آدم ما نال من علو حتى سجدت الملائكة له لقبسه نور من محمد وال محمد اشرقت فيه واما الختام فعند الدوله المحمديه العظمى في اخر عصر الرجعه العظيمه وبكم فتح الله انني اتحدث عن الدنيا وليس عن الوجود والا فهم فاتحه الوجود وهم خاتمته لكنني لست بصدد الحديث عن هذه الجهه وانما بحسب ما تقودني هذه العبائر في هذه الزياره الشريفه لانها تتحدث في اجواء دنيانا وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو ما يشاء ويثبت عصر الغيبه الطويله انها وقائع البداء التي لا نعرف اسرارها يعرفها امام زماننا لانها تصدر بامره لانها تصدر عن ارادته الزياره تقول اراده الرب في مقادير اموره مقادير الامور انها مقادير القضاء والقدر حيث يكون البداء حاكما على كل ذلك. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فُصل من أحكام العباد. أعود إلى عبائر الزيارة الشريفة. وبكم فتح الله وبكم يختم وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو ما يشاء ويثبت وبكم يفك الذل من رقابنا اين معز الاولياء ومذل الاعداء هكذا نخاطبه صلوات الله عليه في دعاء الندبه الشريف نخاطب امام زماننا اين معز الاولياء ومذل الاعداء الاولياء هؤلاء هم المتوجهون اليه اين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، وهنا سيزول الكلب ويتلاشى، هذا هو العلاج، وهذا هو الدواء الناجع، والبلسم الشافي، والترياق الحكيم، والإكسير العظيم. وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله تره كل مؤمن يطلب بها هذا المضمون شرحته لكم حين حدثتكم عن ثار الحسين وعن دم الحسين الملتصق بذمه كل واحد منا هذه ترته الحسين هذا ثار الحسين الوفاء لثاره بالتمهيد لمشروع ثائره لمشروع امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه مر الكلام في هذا لا اريد ان أعيد المضامين التي تقدم ذكرها بالتفصيل في الحلقات الماضية. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات هذا هو الحسين كي تطلعوا على التفاصيل. وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله تره كل مؤمن يطلب بها كل هذا يرتبط بالعصر القائمي وشيئا فشيئا ها نحن نتجه الى الرجعه العظيمه وبكم تنبت الأرض أشجارها أفضل حالة إنبات في زمان الرجعة في نهايات العصر القائم تدريجا وتدرجا للوصول إلى طلائع الرجعة العظيمة وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث وبكم تسبح ارض التي تحمل ابدانكم وتستقر جبالها عن مراسيها اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم سادتي ال محمد وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من احكام العباد هؤلاء ائمتنا وهذه عقيدتنا وهذا هو ديننا هل تعرفون دينا اجمل من هذا الدين هل تعرفون عقيده اكثر ما يمكن ان تكون رصانتها هل تعرفون مذاقا ياتي منسجما مع الفطره السليمه والوجدان النظيف هل تجدون عمقا معرفيا أعمق وأدق وأوفق مع العقل والمنطق والذوق المعرفي الواضح هل تجدون شيئا يمكنكم ان تقارنوه مع هذه الحقائق في كل ما ذكرت لكم ان كان في هذه الحلقه او ما ذكرته لكم طيله حياتي هؤلاء هم ائمتنا وهذا هو ديننا واذا اردنا الخلاصه من الكلب الذي حدثتنا روايه الباقر عنه فان وصفه العلاج هذه بين ايديكم هناك هناك عند حسين ولكن بهذه المعرفه بهذه المعرفه من زار قبر الحسين عارفا بحقه من زار الحسين عارفا بحقه قطره بل قطيره بل قطيره قطيره من فيض معرفه الحسين هذا الذي كنت أحدثكم عنه لا أقول إلا أن يردد لساني يا حسين يا حسين يا حسين نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم. قال عن ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في اي واد سلف فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا، يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن امامنا الباقر ايضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الامر فقال, فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر, تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيرة والكوفة, والكوفة حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فخروجه خروج القائم فخروجه صلوات الله عليه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا هذه هي الكابه العالميه التي حدثتكم عنها الياس فقدان الامل وفقدان الامل يعني ان الحياه لا اقول تساوي صفرا انها تحت الصفر قوام الحياه بالامل حتى لو كان املا ضعيفا فاترا الامل هو محرك الالتصاق بالحياه من دون الامل لا نستطيع ان نفعل شيئا الانسان حين يكون فاقدا للامل بشكل كامل لا تتحرك شهواته لا تتحرك شهوة الطعام وشهوة الشراب واية شهوة اخرى عنده لن يكون راغبا بشيء من هذه الدنيا التي كان يقتل نفسه عليها حينما كان ذا امل في الحياه الامل محرك الحياه الامل دافع الانسان الى ان يواصل درسه وأن يواصل عمله وأن يواصل تجارته وأن يواصل أعماله الدينية والدنيوية الأمل أساس الأسس في الحياة فحينما يهيمن اليأس إنها الكابه العالميه التي ستسيطر على الناس فخروجه خروج القائم صلوات الله عليه اذا خرج يكون الياس والقنوط القنوط العن من الياس اشد من الياس القنوط حاله تتجاوز الياس وربما أريد بالقنوط أعلى درجات اليأس فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا المراد من الفرح حماس الحياة الذي يتفرع على الأمل نحن حينما نستيقظ صباحا ونتوجه إلى أعمالنا يحدنا أمل بدرجة وأخرى حينما نخطط لمشروع من المشروعات في حياتنا الشخصية أو في حياتنا الأسرية أو في حياتنا المجتمعية في حياتنا الدنيويه او في حياتنا الدينيه حينما نخطط لمشروع من المشروعات الذي يحدونا ويدفعنا هو الامل الامل اننا سنستمر في البقاء حتى نكمل هذا المشروع الامل في ان المشروع سيكون ناجحا اكان دنيويا ام كان دينيا. الامل في اننا سننتفع نحن ومن نحب من النتائج النافعه والمفيده من هذا المشروع. الامل الامل هو هذا الذي يحدونا ويدفعنا من دون الامل لا نستطيع ان نواصل حياتنا ابدا. المنتحرون لماذا ينتحرون لان الامل عندهم تحت الصفر هذا هو سبب الانتحار قد يقول قائل من ان المنتحر انتحر بسبب الظلم الواقع عليه او بسبب المضايقات او بسبب الديون الكثيره او 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 هذه اثار وهذه اعراض الحقيقه في ان الدافع الذي يدفع المنتحرين هو فقدان الامل ضياع الامل فحينما تشتد عليهم المشاكل ولا يجدون منفذا ولا يجدون حلا للخلاص منها فليس هناك من امل اذا من هنا ينتحرون هناك سبب واحد للانتحار فقدان الامل لكن الاسباب التي تؤدي الى فقدان الامل كثيره كثيره جدا لا يمكننا ان نحصرها بعدد معين لان النفوس البشريه مختلفه فكل شخص هناك سبب من الاسباب يؤدي به الى ان يكون فاقدا لامله نذهب الى فاصل عن جابر الجعفي عن ابي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك وما اراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنه فيها اختلاف كثير في كل ارض من ناحيه المغرب فاول ارض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات رايه الاصهر ورايه الابقع ورايه السفياني فخروجه خروج القائم صلوات الله عليه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا من أين يأتي الفرح؟ والناس في كلب والناس في نفاق والغلاء منتشر والمجاعه اكلت هذا البلد او ذاك والامراض عصفت بالناس والناس فقدت ثقتها بحكوماتها وباديانها فقدت ثقتها برجال الدين وبالساسة وبشيوخ العشائر وبكل الذين كانوا يتوقعون الخير فيهم والخير منهم فمن اين ياتي الفرح؟ فخروجه اذا خرج يكون اليأس والقنوط من ان يروا فرحا فيا طوبى فيا طوبى فيا طوبى طوبى في اللغه فيا طوبى هنيئا مبارك فوز عظيم للذي يقال له يا طوبى وطوبى في ثقافتنا الشيعيه عنوان شجره الولايه اصلها في بيت علي وفاطمه في الجنان الروايات حدثتنا عنها وحدثتكم ايضا عن شجره طوبى في حلقات متقدمه من حلقات هذا البرنامج فيا طوبى فيا طوبى لمن ادركه وكان من انصاره هؤلاء الذين لم يكونوا في تشتت من دينه مر علينا وصف الناس واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس واكل بعضهم بعضا. قرانا في زياره الحسين صلوات الله عليه وبكم 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 يباعد الله الزمان الكلب. هؤلاء هم الذين لم يصابوا بالكلب لم يصابوا بهذا السعار البشري فيا طوبى لمن ادركه لان الزمان الذي وصف بتلك الاوصاف زمان قريب من يوم ظهوره فيا طوبى لمن ادركه وكان من انصاره من الذين لم يكونوا في تشتت من دينهم التشتت في الدين ما هو سببه؟ سببه العقيده المتشتته وما هو سبب العقيده المتشتته؟ المصادر المتشتته العقيده التي لا تؤخذ من قرانهم المفسر بتفسيره ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم تلك عقيده متشتته فاذا ما تشتتت تلك العقيده ما بين عقيده الاشاعره والمعتزله ما بين عقيدة الصوفية والقطبية ما بين عقيدة هذا المرجع المقصر وذلك المرجع البتري المرجئي تشتت الدين وهذا هو الذي عليه شيعة المراجع الآن لا دين لهم عقيدتهم متشتتة جاءوا بها من الاشاعره في بعض جهاتها ومن المعتزله في جهات اخرى ومن الصوفيه في جهه ثالثه ومن القطبيه وهكذا 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 تشتتت عقائدهم فتشتت دينهم اما هؤلاء الذين هم انصاره دينهم ليس متشتتا لانهم اوفياء لبيعه الغدير الوفي لبيعه الغدير سيكون ملتزما بعهودها ومواثيقها فاذا التزم بعهودها ومواثيقها اخذ العقيده فقط من قرانهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وكان لدينه اصل واحد وكان متبرئا من منظومه اصول الدين الخمسه منظومه الضلال وكان متبرئا من منظومة أصول الدين الخمسة، منظومة الضلال. منظومة العداء والنصب للعترة الطاهرة بحسب ثقافتهم بحسب موازينهم بحسب قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب حديثهم المفهّم بقواعد تفهيمهم فيا طوبى فيا طوبى لمن ادركه وكان من انصاره والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف امره وكان من اعدائه من اولئك الذين قد تشتت دينهم ولذا فان مراجع النجف وكربلاء الذين دينهم متشتتون سيخرجون لحرب امام زماننا ويقولون له من ان الدين في خير نحن لسنا بحاجه الى دينك الا لعنه عليهم دينهم غير دينه هذا دين الضلال نحن لسنا بحاجه اليك لسنا بحاجة اليك، لسنا بحاجة الى دينك. لأن دينهم هو الدين المتشتت، وأما الدين المجتمع هو دين الحجة بن الحسن، ومن هنا فإن الإمام في أول ظهوره سيجمع العقول. وجمع العقول جمع للدين. لكن هؤلاء الذين في النجف انني اتحدث عن مراجع شيعه الطوسي عن مراجع سقيفه بني طوسي هؤلاء دينهم غير دين الحجه بن الحسن كتبهم شاهده على ذلك عقائدهم التي يتحدثون عن بعض جوانبها في بياناتهم، في دروسهم، في فضائياتهم، ما يتحدث به حميرهم الخطباء على المنابر، خصوصا في مثل هذه الليالي والايام، اتحدث عن الخطباء الذين يقال لهم الخطباء الحسينيون الحمير وهم حقيقه حمير. واقعهم هكذا يقول، مجالسهم هكذا تقول، منابرهم هكذا تقول. نذهب الى فاصل. عن ابي حمزه الثمالي قال: قال ابو جعفر امامنا الباقر صلوات الله عليه. يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عُبِدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ولوْلانا ما عُبِدَ اللهُ. فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصارهُ. هؤلاء هم الذين يحدثنا عنهم امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه انه الحديث الاول من الصفحه السادسه والثلاثين بعد الثلاثمائه من كتاب غيبه النعماني نفسه بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن كامل وهذا هو كامل التمار عن كامل عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه واله وان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء الغرباء هؤلاء هم الذين سيكونون انصارا لامام زماننا لماذا صاروا غرباء؟ لانهم يعتقدون بالعقيده التي سيدعو اليها امام زماننا وتلك العقيده هي هذه التي في قرانهم وفي حديثهم فحديث الثقلين يشهد على ذلك ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. العقائد والحقائق التي سيدعو اليها امام زماننا اصولها واساسها في الكتاب وحديث العترة ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا الغرباء هم هؤلاء تكون عقيدتهم مختلفة عن العقيدة الشائعة، من هو الغريب؟ الغريب الذي لا يشبه الاكثر من الناس، هذا هو الغريب، قارنوا بين منهج قناة القمر وبين سائر القنوات الشيعيه. قارنوا بين منهج هذا المتحدث الذي يحدثكم الان ومنهج سائر المتحدثين من الشيعه من المراجع انفسهم من ابنائهم، من اصهارهم، من وكلائهم، من تلامذتهم من الحوزة النجفية الكربلائية بكل تفاصيلها وتفاريعها، قارنوا بين حديث المتحدث هذا وحديث غيره، حديثه حديث الغرباء، وهذه القناة قناة الغرباء غريبة في طرحها غريبة في ذوقها تتبرأ علنا من آلهة الشيعة من المراجع السفلة في حوزة النجف وكربلاء من هؤلاء الأغبياء هذه القناة هذه الفضائية غريبة وهذا المتحدث غريب لأنه يدعو إلى منهج غريب هذا المنهج يتبرأ من السقيفتين ويبايع البيعتين يتبرأ من سقيفة بني ساعده ويتبرأ من سقيفة بني طوسي ويبايع بيعة الغدير الاول وبيعة الغدير الثاني هذا المنهج له وجود في الاجواء الشيعيه في اي مكان عند الخطابيين الانجاس الا لعنه الله عليهم ام عند القطبيين من اتباع سيد قطب وحسن البنا وامثال هؤلاء النواصب ام عند الطوسيين من اتباع الشافعي اولئك المرجئة اولئك المقصرة اولئك الناصبة اولئك البتريون اتحدث عن المرجع الاعلى في النجف الان وسائر مراجع النجف وكربلاء منهج غريب يطرح في هذه الفضائيه هذا هو منهج الغرباء انه المنهج الذي يستند الى القران المفسر بتفسيرهم فقط والى الحديث المفهم بقواعد تفهيمهم فقط منهج غريب بتمام المعنى عن سائر المناهج البتريه المتوفره لديكم يا ايها الشيعه انتم لستم شيعه للحجة ابن الحسن أنتم شيعة الطوسي أنتم شيعة السيستاني أنتم شيعة مراجع النجف وكربلاء هذه الحقيقة من الآخر إمامنا الباقر يقول إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد هذا الأمر الجديد موجود في الكتاب وفي حديث العترة الطاهرة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدا. انا لا استطيع ان اذهب الى بلدي وانا عراقي. انا عراقي 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 حتى ينقطع النفس. وانا عربي 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 حتى ينقطع النفس. لا استطيع ان اذهب الى بلدي. كي احدث.. بحديث عقيدتي انني ابقى في البلاد الغريبه في بلاد الغرب وهذا هو دين الغرباء هؤلاء هم الغرباء ان قائمنا اذا قام دعا الناس الى امر جديد كما دعا اليه رسول الله وان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا اليس غريبا اخاطب الذين يتابعون حديثي الان في النجف في كربلاء او في سائر البقاع الشيعيه اليس غريبا انكم تاخذون دينكم من متحدث يتحدث اليكم من عاصمه الغرب من لندن وما عندكم لا في النجف ولا في كربلاء ولا في الكاظميه من متحدث يتحدث حتى بنسبه واحد بالالف من مستوى الحديث الذي يتحدث به هذا الغريب في بلاد الغربه اليس غريبا هذا فاين حوزتكم؟ وأين دينكم؟ وأين فطاحلكم؟ إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول الله وإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وفي حديث آخر إنه الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق الحديث السابق عن أبي بصير عن كامل عن إمامنا الباقر الحديث الثاني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات على الباقر والصادق الامام يقول الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء فقلت اشرح لي هذا اصلحك الله فقال مما يستانف الداعي منا الداعي منا هو القائم صلوات الله عليه هو الحجة بن الحسن فقال مما يستأنف يستأنف يبدأ بداية جديدة فقال مما يستأنف الداعي منا دعاء جديدا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله نحن ماذا نخاطب إمام زماننا في دعاء الندبه الشريف هكذا نخاطب الحجه بن الحسن فنقول اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده عملية إحياء لماذا؟ لأن مراجع الشيعة قد أماتوا الكتاب، كيف أماتوا؟ حينما نقضوا بيعة الغدير ولم يفسروا الكتاب بتفسير علي وآل علي، ألا لعنة على تفاسير حوزة النجف. ألا لعنة على منهجهم القذر. ألا لعنة على فقههم وكتبهم واستنباطاتهم القذره انهم اماتوا الكتاب اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده اين محيي معالم الدين واهله لماذا؟ لان مراجع النجف وكربلاء قد اماتوا معالم الدين وحينما اماتوا معالم الدين امات المتدينين اصبحوا كائنات ميته اصبحوا كائنات متعفنه فالميت سيكون متعفنا اصبحوا كائنات قبيحه الرائحه أتحدث عن رائحة الدين فرائحة دينهم قبيحة منفرة تفوح منها رائحة سقيفة بني ساعدة تفوح منها رائحة الطوسي الشافعي تفوح منها رائحة نصب الأشاعرة والمعتزلة هذه رائحة دينكم انتم الذين تقولون اننا شيعه مراجع النجف وكربلاء. اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده؟ اين محيي معالم الدين واهله؟ الامام لا يتحدث عن الازهر هنا ولا عن الوهابيين. الدين عنوان خاص بمحمد وآل محمد الدين هو الإمام وفي زمان الغيبة الدين عقيدتنا بالإمام وعقيدتنا نأخذها من الكتاب وحديث العترة وهؤلاء الأغبياء في النجف وكربلاء أماتوا هذه العقيدة حين نقضوا بيعه الغدير وقد خاطبهم إمام زماننا في الرساله الاولى التي بعثها الى الشيخ المفيد سنه 410 للهجره وهو يحدثهم عن ان اكثرهم قد نقض بيعه الغدير وخانها مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ألا لعنة على منهجهم؟ ألا لعنة على حوزتهم؟ ألا لعنة على مرجعيتهم؟ ألا لعنة على دينهم؟ ألا لعنة على عقيدتهم الناقضة لبيعه الغدير؟ هذه هي الحقيقة من الآخر. من دون مجاملات وهذا هو دين الغرباء هذا هو دين الغرباء هذا هو الطرح الغريب فطوبى للغرباء نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا وفي المصدر نفسه في غيبة النعماني في الصفحة الخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الأول من الباب الخامس والعشرين بسنده بسند النعماني عن شيخه الكليني عن زرارة قال قال ابو عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه اعرف امامك اننا اخذنا البرنامج الذهبي من هنا اعرف امامك فانك اذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الامر او تاخر ماذا يقول برنامجنا الذهبي اعرف امامك وعرف بامامك رجاء اعرضوا لنا برنامجنا الذهبي البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه. إن كنت, إن كنت راغبا, راغباً في إمامك, إمامك. الصادق هكذا يقول لنا: اعرف إمامك فإنك إذا عرفته لم يضرك، تقدم هذا الأمر أو تأخر. تقدم هذا الأمر أو تأخر، الإمام يتحدث عن وقت الظهور الشريف وعن تحقق المشروع المهدوي على ارض الواقع الحديث الثاني ايضا بسنده بسند النعماني عن شيخه الكليني عن الفضيل بن يسار قال سالت ابا عبد الله سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فقال يا فضيل أعرف إمامك أعرف إمامك يا فضيل يا فضيل أعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه من قعد تحت لوائه اي انه من اقرب الناس اليه ومن انه في لحظه الحرب الحاضره يا فضيل يا فضيل هذه الكلمات علينا ان نتذكرها دائما لخصتها لكم في البرنامج الذهبي. اعرف امامك وعرّف بإمامك. يا فضيل يا فضيل اعرف امامك فإنك إذا عرفت امامك لم يضرك تقدم هذا الامر او تأخر. ومن عرف امامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قائدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه الإمام هنا حين استدرك لم يكن قد استدرك جهلا ولم يكن قد استدرك نسيانا وإنما الناس على مراتب فهناك من يكون قاعدا في عسكر الإمام يكون متواجدا في المكان الذي يتواجد فيه الإمام وهناك من يكون قاعدا تحت لوائه من أقرب الناس إليه وهو في لحظة الجهاد الحاضرة الناس على مراتب هذا الاستدراك لا من نسيان ولا من جهل ولا من اشتباه هذا الاستدراك لبيان منازل ومراتب الناس فهناك من هو قاعد في عسكر الامام حتى لا يتصور المتصور بان الجميع هكذا فقال الامام لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه هناك مراتب ومراتب للذين يعرفون امام زمانهم كما يريد امام زمانهم ويموتون قبل ظهوره الشريف يا ايها الشيعه اعرفوا امامكم اعرفوا امامكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم مراجعكم جهال جهال اغبياء لا يعرفون امام زمانهم وساثبت لكم ذلك ساثبت لكم غباء مراجعكم وغباء حوزتكم ساثبت لكم ذلك من السنته من كتبه ستاتينا الليالي القادمه يا ايها الشيعه اعرفوا امام زمانكم بعيدا 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 عن جهل مراجعكم من المرجع الاعلى الى المرجع الاسفل هذا هو الدين الغريب هذا هو دين الغرباء فطوبى للغرباء الغرباء هم العارفون لإمام زمانه الغرباء هم هؤلاء في الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة إنه الحديث السابع بسنده بسند النعماني عن حمران ابن أعين هذا أخو زرارة عن حمران ابن أعين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لحمران أعرف إمامك أعرف إمامك هذه الكلمة ترددت كثيرا على ألسنة أئمتنا ومن هنا جعلناها اساسا لبرنامجنا الذهبي. اعرف امامك، اعرف امامك، فإذا عرفته لم يضرك تقدم هذا الامر ام تأخر، فإن الله عز وجل يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن عرف إمامه كان كمن هو في فسطاط القائم عليه السلام المضمون واضح واضح طوبى للغرباء هؤلاء هم الغرباء نذهب إلى فاصل عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسم لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في اخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا خلاصه القول اذا كنتم تبحثون عن دين الغرباء فلقد لخصت العقيده لكم في مجموعه حلقات اعرف امامك مجموعه حلقات اعرف امامك وهي مجموعه معنونه بهذا العنوان من حلقات برنامج الخاتمه من حلقات هذا البرنامج موجوده على الشبكه العنكبوتيه واذا سنحت فرصه فاننا سنعيد بثها على هذه الشاشه دين الغرباء هو عقيدة الغرباء وعقيدة الغرباء هي العقيدة التي تؤخذ من المصدرين فقط من القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم لقد نقيت لكم قطعا بقدر ما أستطيع لا أدعي من أن ما جمعته لكم في هذه الحلقات من أنه كامل الكامل لا يصدر إلا عن الكامل وليس هناك من كامل إلا الحجة ابن الحسن صحيح انا نقلت عن الكاملين نقلت عن قرانهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ولكنني ناقص فالناقص حين ينقل عن الكامل ستظهر اثار نقصه فيما نقله عن الكاملين لكن هذا غايه ما استطيعه صدقوني في ليله البارحه كنت اقول لافراد اسرتي هنا في لندن كنت اقول لهم من انني لمده زادت على الاربعين سنه وأنا أدرس العقائد وأبحث في العقائد وما تركت شيئا يمكنني أن أحيط علما به في هذا الباب إلا وأحطت علما به بحدود استطاعتي خلال هذه العقود لم أعطي ضمانا لدرس او بحث او تاليف لم اعطي ضمانا من انه يشتمل على العقيده السليمه لكنني اعطي ضمانا بعد هذه العقود وبعد هذا البحث والدرس والتحقيق اعطي ضمانا بحدودي بحدودي نقصي بحدود قصوري وتقصيري اعطي ضمانا من ان العقيده السليمه قد صببتها لكم في خارطه العقيده السليمه في مجموعه حلقات اعرف امامك فاعرفوا قيمتها اقولها لكم وبكل جراه المكتبه الشيعيه موجوده منذ بداية زمان الغيبة والى الآن اذهبوا وقلبوا كتب العقائد عند المحدثين عند الأخباريين عند الأخباريين بحسب طريقتهم المحضة أو بحسب طريقتهم غير المحضة عند الاصوليين الكلاميين او عند الاصوليين المتفلسفين او عند الاصوليين العرفانيين فالاصوليون في حوزة الطوسي اصوليون كلاميون وهناك اصوليون متفلسفون وهناك اصوليون عرفانيون ووجهوا أنظاركم إلى المدرسة العرفانية إلى المدرسة العرفانية النجفية مدرسة حسين قل الهمداني أو إلى المدرسة العرفانية القمية إنها مدرسة القاضي سعيد القمي وعودوا إلى المدرسة الشيخية بكل تفاريعها الى الكريم خانيه او الى الاحقاقيه او الى غيرهما بكل التفاريع وعودوا الى المدرسه التفكيكيه الى المدرسه المعارفيه انها مدرسه ميرزا مهدي الاصفهاني وعودوا الى المدرسه الجنابذيه الى كل المدارس في الجو الشيعي عودوا الى كل تلك المدارس كتبهم موجوده وقارنوا بين عقائدهم وبين العقائد التي وضعت في مجموعه حلقات اعرف امامك لن تجد عقائد اصفى وانقى وارقى من الذي جمعته لكم في مجموعه الحلقات هذه فاعرفوا قيمتها انني اعطي ضمانا بهذه العقيده السليمه بحدود نقصي كما قلت وبحدود قصوري وتقصيري هذه خلاصه عمر في البحث والتحقيق والتدقيق خلاصة عمر اركض وراء كل كلمة وعند كل سطر كتب في العقيدة على اختلاف المدارس والمشارب والاذواق لقد جمعت لكم كل ذلك وبإيجاز في مجموعة حلقات اعرف إمامك فاعرفوا قيمتها تفاصيل الطبق الرئيس هناك في تلك الحلقات عرضت لكم في هذه الاجزاء الثلاثه التي عنونتها الطبق الرئيس على مائده القمار لخصت ما لخصت في هذه الاجزاء الثلاثه وجعلت العنوان طبق الخلاص طبق يوم الخلاص التفاصيل اذا اردتموها ستجدونها في مجموعه حلقات اعرف امامك نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله